جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يصلي الإنسان ينتقل من سورة إلى أخرى سهوا، وهذا لتشابه الآيات فيما بينها، هل الصلاة صحيحة حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. إذا غلط الإنسان في قراءة القرآن فصلاته صحيحة، وهو معذور في هذا الغلط ولا يؤثر ذلك على صلاته، لكن إذا تنبه فإنه يجب عليه أن يعدل القراءة على الوجه الصحيح، أو نبه على ذلك فتح عليه من قبل المأمومين.